واحد بيقول من الذي يأخذ روح الإنسان، الملاك الحارس أم ملاك آخر؟ أرواح الأبرار تحملها الملائكة، كما قيل عن لعازر المعاش الذي عاصر الغني إن مات لعازر وحملته الملائكة إلى أحضان إبراهيم. أما الغني قيل عنه مات وقبر، ما قالش الملائكة حملته. وغالبا الأشرار دول لما يموتوا تخطهم الشياطين وتقول له تعالى احنا أصحاب من زمان وهتست